شفت؟ اديك تعبت. تعبت ايه؟ ده ضغط الشغل بس مش اكتر. بقول لك ايه، انت كده كده هتعمل التحاليل. طيب خلاص، ما دام كده كده هعملها، هعملها بعدين. يا سلام، وليه مش دلوقتي؟ جبن عادي يعني. بقول لك ايه يا انس، بقول لك انا ايه، التحاليل كده كده هعملها. اطلع بقى من النافوخين، عندي شغل. يلا يا محسن شد حيلك. لو خلصنا بسرعه يا رجاله، الشاي والسجاير عليا. المعلم يحيى هيرش عليكم رشايه. هدوم اول دور يا معلم. بقول لك يا خميس، اول دور ايه؟ مفيش دور تاني، ما تطمعش. بيطمع عشان انت هترش عليهم تاني. فايسني انت يا عدول. ايوه صح، انا هرش عليهم النهارده رشتين عشان انا النهارده مبسوط شويه. ربنا يديم الانبساط يا معلمة. حلو الجينز؟ لا مش حلو. جينز في أول مقابلة؟ الفستان أحلى. إيه اللي أنا بعمله؟ أنا بخون أنس. أنس إيه؟ أنس ماله ومال اللي أنت بتعمليه؟ بس دي خيانة. لا دي مش خيانة، أنت بتنتقمي من عمك الحرامي في ابنه. تبقى خيانة ولا انتقام؟ وبعدين الانتقام ده حقك، لازم تعمليه. ولا عايزة عمك يضربك على قفاكي وتسكتي؟ عايزاه يشردك ويسرقك ويضيع اخواتك وتنسي؟ ده انت المفروض تقتليه، مش تحتاري كده. قومي قومي البسي احسن لبس عندك عشان ابنه يبقى زي الختم في صباعك، وبعدين تعملي اللي انت عايزاه. ايه اللي جرالك يا حلا؟ فيكي حاجه اتغيرت؟ معقول اللي انت قايم بيغير الوشوش؟ بتبقى قاسيه وعنيفه كده؟ هو انا لازم اكمل، مش هينفع اسيب حاجه. افرح واملا الدنيا اغاني، لا ولا امتى هنعشق تاني. اول مره اول مره. ايش 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 يكا والحلاوه والطعامه دي كلها؟ شفتي؟ لا ومنغني ومبسوطين. ايه ده؟ انت جبت نوع برفيوم جديد؟ لانك. تفتكري يا حبيبتي انا رايح فين كده؟ والله انا لو مش عارفاك كويس اقول ان انت رايح الجو بتاعك، بس انا بقى عارفه جوزي حبيبي بيحبني انا وبس. صح. بس ده ما يمنعش ان انا فعلا رايح اقابل الجو بتاعي. ما تهزرش، انا ما بحبش الهزار في الكلام ده. يا حبيبتي والله ما بهزر. يلا بقى عشان اتاخرت. يلا استنى بس يا يحيى، وانا بيقول لي انت رايح فين؟ والله رايح اقابل الجو. اغنيها لك؟ متاكد؟ متأكد. خلاص هاجي معاك أشوفها وأعينها، لو عجبتني هتجوزها لك. يا ريت. على فكرة أنت دمك تقيل. على فكرة أنا اتأخرت ولازم أمشي. يلا حبيبتي ادعيلي. ها افرح واملا الدنيا أغاني، لا ولا أنت هنعشق تاني. هو أنا صح ولا بعمل إيه؟ مش عارفة، أنا خايفة لأكون بهبل. مجدي ملوش ملكة غير ابنه يحيى، وأنا مش هقدر أرجع. لازم أخد حقي منه مهما حصل، لازم. لا لا لا، أنا مش فاضيالك، أنا مش هاجيلك هنا تاني، أنا همشي. استني بس يا خالتي، رايحة فين؟ قولي لي والنبي أعمل إيه؟ تعملي إيه في إيه؟
ما قلتلك كل رجالة كده، أنت اللي فاهمة غلط. غلط إيه وصح إيه؟ أنا واقعة في بير غويط. بير؟ بقولك إيه؟ ما تيجي نلعب كوتشينة؟ دور كده، إحنا بقالنا كتير ما لعبناش. أنا خايفة على يحيى قوي. خايفة عليه من إيه؟ بقى بيشرب كتير. وإيه يعني؟ ما كل الرجالة بتشرب، اللي بيشرب حشيش واللي بيشرب بانجو واللي بيشرب خمرة عادي يعني. وانا مالي ومال كل الرجاله؟ انا بكلمك عن جوزي. وبعدين الموضوع ما بقاش موضوع برشام بيشربه وخلاص، يحيى بقى بينسى كتير قوي. انا بقيت خايفه عليه، انا مرعوبه اصحى في يوم ما لاقوهوش جنبي. بقولك ايه، تلعبي على فلوس ولا جلده وبخيله زي مجدي جوزي؟ انا مش عايزه العب. لا بقولك ايه، انت صحيح بنت اختي، بس الكوتشينه تتفتح وما تلعبيش ده فال وحش. طب والنبي دليني يا خالتي، قوليلي اعمل ايه والنبي؟ طب ما تتكلمي معاه، الكلام بيدوب المشاكل. اتكلمت كتير قوي ومفيش اي فايده، ما بقاش اصلا حتى بيسمعني. جرجري لهشك قبل ما واحده تانيه تيجي وتلهفه منك. هو ده اللي خانقني قوي، يحيى عمر ما كان كده. كان لما بيبقى فيه اي مشكله بيدخل جوه حضني ويشكيلي. هو طول عمره كده براوي ومالوش ماسكه. اصل يحيى ده مش مجرد عريس انا اتجوزته وخلاص، ولا واحد حبيته. يحيى ده كل حاجه في حياتي، ده هو عيلتي وصحابي واخواتي، هو اللي علمني ازاي البس وازاي اكل وازاي اضحك. يحيى هو كل حاجه في حياتي يا خالتي. لا 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 لا, لا. انا مش ناقصاكي، انا اللي فيا مكفيني، كفايه عليا قوي قوي اللي انا شايلاه. بس اعملي حسابك، انت لو ما حبلتيش منه ما ترجعيش بقى تعيطي لما يضيع وما تعرفيش ترجعيه. سلام. مساء الخير. اهلا، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي. كل ده تاخير؟ انا هنا بقالي ساعه. انا جايه في ميعادي، محدش قال لك تيجي بدري. انا كده لما بيبقى عندي حاجه مهمه قوي بحب اجي لها بدري. هنبتدي الاسطوانات، وطبعا هتفهمني ان انت ما نمتش من ساعه ما شفتني. بصي، هو انا ما بنامش اصلا، لا من قبل ما اعرفك ولا من بعد ما عرفتك. المهم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجه يعني. قولي لي مثلا، ليه طلبتي انك انت تقابليني؟ نفس اللي خلاك تقابلني بالظبط. يعني انا مثلا كنت مهتم ان انا اقابلك لاني مؤمن تماما ان مفيش حاجه بتحصل في الدنيا دي من غير سبب. يعني انت مثلا دونا عن الناس كلها جيتي وخبطتي عربيتي، وانا على غير العاده نزلت ما اتعصبتش عليكي خالص، وده شيء مش طبيعي، بل بالعكس اهتميت بيكي، خفت عليكي لما كنت دايخه، وانتي اهتميتي انك تكلميني وانا اهتميت اني ارد عليكي. اكيد كل الحاجات دي مش صدف، ده ترتيب الهي علشان نتعرف على بعض. اوعي بقى تقولي لي ان دي نفس اسبابك. لا طبعا، بس انا عندي فضول. فضول؟ طب وايه؟ راح؟ مش عارفة، أنا أصلي لسه ما عرفكش خالص. طب ما تحكيلي أنت ونبتدي. مثلاً ما عندك أخوات؟ لا للأسف. وإنتي؟ ما عنديش. شفتي؟ أهي دي أول حاجة مشتركة ما بيني وما بينك. واضح إن هيبقى في حاجات كتير قوي مشتركة ما بيننا. طب ومال؟ أدينا قاعدين مع بعض لآخر اليوم. لا، واحدة واحدة عليا، مش كده يعني. مثلا المره دي يبقى في موضوع مشترك ما بيننا، المره الجايه يبقى في موضوعين وكده يعني. المواضيع ما بتتاخدش قفش، الدنيا مش هتطير. اهي دي اول حاجه مش مشتركه ما بيني وما بينك. انا بحب كل حاجه تحصل بسرعه يعني، بحب الحاجه تتم في وقتها ما تتاجلش. واضح بقى ان انت بالك طويل قوي 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 فوق ما تتخيل. انا اصلي بحب اعمل الحاجه بمزاج عشان تتعمل صح، ولا ايه؟
معلش هنتعبك شوية وبعد كده خلاص. خلاص يا دكتور، ده احنا لسه بنبتدي. أنا خلاص خدت العينة، إن شاء الله كلنا بندعي لك يا دكتور أنس، هتقوم بإذن الله. ميرسي يا دكتور. أستأذنكم. اتفضل. خلاص مفيش تحليلات ولا أدوية ولا مستشفيات، في فسح وحب وخروج لأي مكان تشاور عليه. لا مؤاخذة، يوه يا خراسي، انت بتعيطي يا دكتورة؟ أصل الفيلم ده يقطعوا الفيلم نطفيه. لا 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 خليه، أنا بحب أتفرج عليه. ما هو برضك ما بيحلش مشاكل، ما الجماعة متبهدلين وهم تعمل. أنا اتجوزت سامح كده، كنا مع بعض في الجامعة، وهو كان عواد شاطر بس أهله فقرا، كان مجنون عزف على العود بيطير معاه كده في السما طير، ولا بقى داري بفلوس ولا بجواز. اتجوزت وقعدنا هنا في شقة أهلي، كان بيختفي بالأسبوع يروح يقعد عند أصحابه وبعدين يرجع لي تاني. كنت ببوس إيديه عشان يفضل قاعد معايا، وهو ولا هو هنا. كان غاوي يمشي في شوارع وسط البلد لوش الفجر، يحب قوي يمشي والعود في إيديه. مرة كان وحشني، قمت الساعة 2 صباحا لبست هدومي ونزلت أدور عليه في شوارع وسط البلد. لقيته فين بقى في الآخر؟ قاعد في ميدان باب اللوق يعزف عود لبتاع الجرايد وآخر انسجام. والنبي ده كان راجل عسل، هو مات ازاي؟ خبطته عربية وهو بيعدي الشارع، والعود في ايديه كان معتاد. صدقي بقى ان انا كان نفسي اشوفه. السنة اللي مات فيها انا جيت عندكم الدار واخترتك. ايوه يا دكتورة، بس انت لازم بقى يفكك من ذكرياتك دي. يعني ايه؟ يعني مش كل واحد بقى هتجيله نصيبة يفضل يلطم ويعيط ويصوت جنبها. عيشي حياتك. انت بتتكلمي ازاي؟ تعرفي ايه انت عن المصايب؟ انت كلك قد ايه يا بنت؟ يا دكتورة النصايب دي موجودة في الشارع، مش في الشقق بتاعتكم الحلوة دي اللي موجودة في الزمالك. الشارع ده أكبر من أيوتها جامعة في الدنيا. في الشارع تتعلمي الموت والحياة والجوع والجري والبرد. تعرفي بقى ان انا مره في عيال جروا ورايا عشان يمسكوني، فضلت اجري منهم يجي 5 كيلو وزياده، بس ما حدش فيهم عرف يحصلني. طب والنبي انا بحبك. وانا بحبك قوي يا كيتي، بس الصراحه بقى انا مش هقدر اكمل معاكي. ليه تاني؟ انا عايزاكي تعيشي حياتك وتفكي زي ما قلتلك، عايزاكي تبقي في بيتك براحتك، لازم تتجوزي وتشوفي ابن الحلال اللي ينسيكي همومك الوحشه دي. كفايه كده يا كيتي، انا داخله انام، من فضلك تبي تطفي التلفزيون والنور. يلا تصبح على خير. هي زعلت ولا ايه؟ Thank you.
يحيى انا بقيت بزهق قوي من قعده لوحدي كتير في البيت. يعني مش كان زماننا دلوقتي فرحانين بابننا تاني؟ هتتكلمي في الموضوع ده تاني؟ انا هفضل طول عمري عاتبك على ابني اللي انت ضيعته مني. وانا هفضل طول الوقت بهرب من عتابك ده. بس ما انا زهقت. انت ما بتزهقيش؟ انت مش حاسه ان احنا بقينا بعاد عن بعض قوي؟ بقينا بنهرب من بعض بعد ما كنا بنسيبش بعض لحظه واحده؟ مش حاسه ان احنا بقينا بنتخانق طول الوقت؟ ليل ونهار ونهار وليل طول الوقت في الشارع وفي البيت وفي الشغل وعلى التليفون. ايه؟ انا تعبت اتخنقت. نسمة لو انا بره بفكر مليون الف مره عشان اروح، لاني كرهت وقفه المتذنب اللي مستني العتاب اليومي بتاع كل يوم. في ايه يا نسمة؟ في ايه؟ يا يحيى خلاص ما بقيتش طايق تسمع كلامي. بعد ما كنت دايما تقولي الكلام يا نسمة، كلمة انا بحب اسمع كلامك. انا بحبك قوي والله العظيم بحبك. اسأل قطك اللي بردت من كتر ما بتستناك. أنا بقيت بدور عليك في هدومك اللي في الدولاب. من بعد ما كنت بشوفك كل يوم بقيت كل ما بتوحشني اتفرج على صور. أنا اللي اعتبي ذات ولا أنت اللي بقيت مش أنت يا يحيى؟ أنا على حطة إيدك. أنت اللي علمتني كل حاجة في الدنيا. علمتني أتكلم. أنت اللي علمتني إن الحب هو اسمه يحيى. عايزني دلوقتي أعيش من غيرك إزاي يا يحيى؟ أعمل إيه غير إني أشتكي منك ليك يا يحيى؟ ياه ولا وحش أوي لدرجتي؟ تعبك أوي كده؟ على فكرة أنت حاجة ما تبصيش في وش تاني عشان انا مستاهلش دموعك الغاليه دي. صدقيني انت خساره فيا. لا يا حبيبي لا. انت هتفضل طول عمرك حبيبي اللي انا بحبه. صدقيني انا مش عارف انا بيجرى لي ايه. مش عارف انا ليه كده. جوايا حاجات كتير قوي ملخبطاني خانقاني. بس اللي انا متاكد منه اني والله العظيم ما قصدت احبك قوي كده. حقك عليا حقك عليا حقك يا نسمة حقك عليا. معلش استحمليني انا تعبان تعبان قوي. مساء النور. تعشيت ولا اقوم احضر لك العشاء؟ لا انت هتقومي دلوقتي حالا عشان تلبسي عشان نازلين. نازلين؟ الاثنين رايحين فين؟ نروح في اي حته، نروح سينما، نتعشى، اي حاجه. انا مستغرباك،
عايز تنزل وانت لسه راجع من بره؟ عندي طاقة ومش عايز اضيع الوقت في النوم. النوم بيسرق العمر. يلا 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 قومي. طيب هلبس حبيبه بسرعه. اماني انا عطشانه قوي، انت كمان مش عطشانه؟ انت اكيد كمان عطشانه، بس انت اصلك مش بتتكلمي. اماني اماني بصي، الراجل ده عنده ميه حاططها في الازايز. تعالي 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 يلا اقفي هنا، اوعي تروحي حته عشان اوعي اوعي خليكي. ادي ميه وادي ميه، خدي يا حبيبتي افتحيها لك. يلا انا كمان. ميه دي طعمها غريب قوي. انت كمان الميه بتاعتك طعمها غريب؟ طب انا ممكن تدوقيني لو سمحتي؟ طعمها غريب. خدي يا عمي كده دوق الميه دي. مالها زي الفل ايه؟ لا طعمها غريب. يمكن عشان من البير بس سعادتك. من البير يعني ايه؟ وانتوا خلاص ما بقيناش نشرب من النيل؟ عشان هو ساكن بعيد عن النيل صح؟ ايه يا ست انت؟ وانتوا الاتنين شاربين حاجة ولا ايه؟ شاربين مية. مية ولا حاجة تانية؟ انت مالك انت نشرب حاجة تانية؟ عيب كده، مالكش دعوة. خلاص هاتي التوالية حق الأزاز اللي فتحتوها. انت مجنون؟ مجنون؟ مجنون، عايز ياخد فلوس المية. انتوا مجانين ولا حرامية؟ لا طبعا احنا مش مجانين. احنا حرامية. يبقى احبسكم. ايوه احبسنا من فضلك، احبسنا عشان انا بردانة وصاحبتي عايزة تنام. بقولك ايه انت وهي، هو انتوا مش من هنا؟ لا. يبقى انتوا من هناك. صح احنا من هناك. طب امشي يا اختي انت وهي. ايه ده؟ وفرني لاضربك بالكل. امشي يا بطولة انت وهي. دي حلوه قوي يا انصاف. عشان بلدي. الواحد نسي البلدي واكل البلدي. يا اخويا البلدي قدامك، انت اللي بتحب ترمرم. الشغل عايز كده. والشغل ماله ومال الرمرمه؟ يعني اسيب شغلي في نصه كده واستاذن اقول لهم انا مروح البيت عشان مراتي تاكلني بلدي؟ مش احسن لما تيجي في نص الشغل وتزور من اكل عفشه؟ عفشه؟ تحسني ملفظك ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت رايق وانا مصدعه. اتمشاي زي امك الله يرحمها. امي الله يرحم ايام نشو امي، مش احسن من ايام برشام ابنك اللي بيسفه ليل ونهار؟ والله انا خايف اموت اوفر دوز. هو الموت كمان فينا قورة؟ الموت موت ما فيهوش انجليزي. اوفر دوز يعني جرعه زياده جاله بعد الشر. هو صحيح مش ابني؟ وابن اكتر واحده بكرهها في حياتي، ابن اماني المجنونه. بس برضو يا اخي عشره، والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. العشره برضو ولا بنت اختك اللي خوفتك على مستقبلها؟ وخاف على مستقبلها ليه بقى؟ ابنك اللي ما بيخلفش. على فكرة أنا سمعت في التلفزيون اللي بيسف النوع ده من البرشام ما بيخلفش. يا نهار اسود، كله لا كده؟ أنا عندي يموت ولا إنه ما يخلفش؟ صحيح أنا ما عرفتش أحبه ولا عرفت أخليه يحبني، لكن أنا عايز حفيد أربيه على إيدي. على الأقل لا حد يحبني في دنيتي دي. هاي يا حبيبة اخترتي؟ بصي في شوربة عدس وفي لحمة وفي فراخ، ودي سالو. شوف بقى انت عايزة ايه. افهم بقى ايه حكايتك. حكايتي ايه؟ مرة الغردقة ومرة عشا رومانسي، تكونش ابتديت تحبيني. الحكاية كلها ان انا حسيت ان احنا حياتنا لازم تبقى عاملة كده.
يعني استفدت انا ايه بقى لما ضيعت نص عمري في الشغل؟ بصي من هنا ورايح لازم نقعد مع بعض اكتر وقت ممكن. انا موافقه جدا، بس برضه لازم تشتغل يا الا هنموت من الجوع، خصوصا ان انت طلبت مني ان انا ما اعملش اي حاجه في موضوع عمي. يوه على موضوع عمك بقى، ممكن تنسي الموضوع ده دلوقتي عشان ما تقفل لناش اليوم. والله انا كنت بهزر يا انس. يلا بقى اطلب لنا الاكل انا حسابي بطني بتصوصه. ماشي. انا كمان. انت كمان ايه؟ صوصوي. قولي لي تاكلي لحم ولا فراخ؟ اهم حاجه لما يكون اللحن في مقام وينقل لمقام تاني ان ده يكون مش محسوس. يا جماعه عظمه ام كلثوم ما كانش بس في جمال صوتها وقوته، عظمتها في انها كانت بتنقل من مقام لمقام بسلاسه وشكل مش محسوس. ومش بس ام كلثوم، الامثله كتير. مثلا فايزه احمد. طيب خلينا نسمع جزء من اغنيه بتسال لي عليا. الاغنيه دي من مقام عجم وبتنقل لمقام جهاركا سلطاني. جاهزين نسمع جزء؟ اتفضلوا. مفيش فايدة فيك يا كيتي، على طول متأخرة، برضو كده؟ والله العظيم الدنيا زحمة جدا وفوق بعضها. طب يلا بينا. إيه الحلاوة دي يا دكتور؟ بس يا بنت بلاش شقاوة. دكتورة نعمة. يوسف. كنت خايف أجي الكلية ما ألاقيكيش. أنت رجعت إمتى؟ المهم إني رجعت. زهقت من أوروبا ولا إيه؟ خلاص بقى، نفسي أستريح. بتتعبوا بره وعايزين ترجعوا ترتاحوا هنا. وحشتيني، وحشني المناقشه معاكي. خلاص شوف امتى هتيجي ونبقى نتناقش. لا هتزهقوا مني عشان انا رجعت خلاص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا كيتي. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. طيب هشوفك قريب. اوكي. على اذنك. اتفضل. مين ده يا دكتورة؟ طول عمره طاير، وكل مرة يسافر ويقول هرجع، وأول ما يرجع يوحشه الطيران تاني. من ناحية دي بقى اطمني، أنا هقصلك ريشه خليه ما يعرفش يطير تاني أبدا، سيبيلي أنا الموضوع ده. كيتي اوعي تفهمي غلط، إحنا صحاب بس. لا الصراحة باين قوي إن أنتوا صحاب بس يا دكتورة. بلاش قوي يا بنت، يلا. أنس. استنى يا أنس، بلاش تخش أوضة العمليات. ليه؟ المدير عرف موضوعك، حاول تستريح شوية. آه. طب أنا اللي هعمل العملية مش حد تاني، ولو مش عايزاني خليهم يبلغوني عشان أروح أشوف مستشفى تانية. بعد إذنك عشان عندي شغل. بتشربي المخدرات؟
ايوه يا دكتور، بس ما تقولش لبابا والنبي. لا ما تخافيش، اسرار المريض بتبقى مع الدكتور بتاعه بس. انا لو مت اقول لبابا اني بحبه قوي واني زعلانه علشان هو هيتعذب بسببي. لا ما تخافيش، هتبقي زي الفل ان شاء الله. طيب انت بتشربي ايه؟ انا بشرب كل حاجه يا دكتور، كل الانواع، كل حاجه ممكن تتخيلها. طيب وفين باباك بقى من ده كله؟ اصل بابا بيشتغل 3 شغلانات علشاني وعشان اخواتي. دكتور انس ورانا عمليات تانية. حاضر، انا اسف. طيب انا هزود جرعة المخدر شوية عشان تستجيب. دكتور انت كويس؟ تمام.